ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل ومعايا الأستاذة هبة عادل المحامية بالنقطة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية كده إحنا في الحياة بنشوف نماذج كتير من الحموات سلبية وإيجابية. عايزين حضرتك بقى تقولي لنا بعض النماذج في محكمة الأسرة أو المشاكل اللي بتحصل في محكمة الأسرة بيكون سببها الحمل. والله المشاكل اللي بتحصل وسببها الحمى بيكون التدخل الزايد في الحياة الأسرية. طبعا احنا عارفين انه دلوقتي بقى في تقليد في عملية الزواج انه الأهل بيشاركوا الأولاد ببعض الماديات أو المكونات، فالحقيقة ده بيخلق مساحة افتراضية للتدخل في كل مكونات الحياة. ففي بعض الحموات اللي بيبقى عندهم ارتباط زايد بالأولاد بيتعاملوا معاها تعامل الملكية الخاصة، فما بيبقوش مستوعبين ان هم بيبتدوا حياه جديده، فلازم يكون عندهم اتخاذ قرار خاص بيهم، لازم يساعدوهم على ده، لا بيبقوا عايزينهم يرجعوا لهم في كل قرار، او يبقوا بيتحكموا في بعض حاجات الاسره لو كانت الحياه الجديده دي مرتبطه ماديتها بماديات الاب او الام. مش بس الحموات، عشان الحموات مظلومين لانه كمان الحما الاب بيمارس بعض السلطات احيانا، واحيانا كمان بيبقى عنده بعض السلطه. يعني انت بيجيلك مشاكل بيبقى من الحما الاب اكتر ولا من الحما الام؟ والله هو الاثنين، يعني الاثنين نسبه وتناسب، والحقيقه دي مساله مش مرتبطه يعني بالفكره العامه زي المشاهد اللي تربينا عليها ميري منيب والحما بكل تفصيلاتها اللي عايزه تتدخل بشكل فظ. لا، في حما في رجاله بيعملوا كده، بيبقى حما للبنت بيعمل كده، وبنشوف كمان يعني في بعض الحالات بتجيلنا بيبقى فيها تجاوز زايد، احيانا بيبقى في مشاكل مرتبطه بعدم وجود حدود فاصله بين العلاقات بين الاشخاص، فبتؤدي لانه يكون في تصرفات مش لطيفه ممكن تدخل في نطاق مختلف. احيانا بتكون المشاكل، وفي الحقيقه الاغلبها اللي بتعدي وبتوصل 80% بتكون اسباب ماديه، انه بتكون الاسره الجديده لسه ما عندهمش استقلال مادي كافي، فبيبقوا محتاجين للاب والام، وهنا ده بتكون الذريعة اللي بيتدخل بيها في كل تفاصيل الحياة. يعني أغرب مشكلة جات لحضرتك حسيتي أن سببها الحمى للراجل أو الست؟ والله عندي مشكلة كانت يعني صعبة شوية، مش أنها غريبة بدرجة الغرابة الكبيرة، بس مثلا في حمى كانت هي علاقتها بابنها كانت علاقة عادية جدا، والولد طلع يعني عصامي وبنى نفسه، فارتبط ببنت من عيلة كبيرة. البنت دي أهلها جهزوها جهاز محترم جدا وجابوا كل حال، فالحما كانت طمعانة في حياة البنت دي، ففضلت تعمل مشاكل مشاكل لحد ما أنهت الجوازة وخدت كل حاجات البنت دي وأجبرتها على التنازل عنها. خدت كل عفشها؟ عفشها وحلالها وطبقها، كانت بتنقي الحاجات بالحاجة، يعني إنه إزاي إمتى هتقدر تاخده، من الأول كانت تاخد حاجة ما ترجعهاش، لحد ما خلقت مشكلة كبيرة كانت هي طرف فيها. وللأسف طبعا كان في ابن طفل، يعني بعد ما حصل الانفصال ما الأطفال اللي في المشاكل دي هي اللي بتتظلم فعلا. طبعا طبعا هم اللي بيدفعوا الثمن أو الضريبة الأكبر. مع أو ضد أن الحما تتدخل؟ إيه الأول نقول إيه هو التدخل؟ يعني حدود التدخل، ما هو في تدخل إيجابي، يعني في ناس بتتدخل من أطراف الأسرة بيساعدوهم على إن هم يتقبلوا الحياة الجديدة، يشرحوا لهم إزاي يعيشوا الحياة، إزاي يقدروا يوفروا في التكاليف، إزاي يقدروا يتفهموا بعض، إيه الحاجات اللي يتجاوزوا عنها وما ينفعش يتبني عليها مشكلة. لكن كمان في حاجات تانية تدخل بيبقى زايد في تفاصيل العلاقة الشخصية ما بين الزوج وزوجته، علاقاتهم بالآخرين، يعني دي مسائل بتبقى زايدة عن الحد، هي دي اللي بتخلق الإشكاليات الكبيرة. طيب أستاذة هبة، هل كل القضايا اللي بتجيلك بتوصل للمحكمة على طول ولا ممكن بيكون في أعداد عرفية تتحل ودي الأول؟ لا، في الحقيقة مش كلها بتوصل للمحكمة، في طبعا يعني عادات ودية أسرية ما بتبقاش عادات عرفية بمفهوم الجلسات العرفية الملزمة، لكن كمان بيبقى في تداول ما بين الأطراف، وأحيانا بيكون في نية لأنه المشكلة تنتهي قبل ما توصل للمحكمة. في كتير ناس كمان بيجوا لمجرد أن يعرفوا إيه هي حقوقهم لو وصلوا للمحكمة، هل الأفضل الاستمرار في العلاقة أو إنهاء العلاقة واللجوء للمحكمة. طبعا في العادات العرفية دي بتبقى مليانة كلها طرائف وحكايات يعني رهيبة، يعني مثلا أحيانا في بعض الأعداد بيبقى المفهوم السائد أنه الرجالة بس هي اللي تحضر أو تتكلم، وبعدين يبتدوا يدخلوا الأطراف، فأحيانا تلاقي مثلا حما تكون مسيطرة فتلاقيها واقفة على الباب بتسمع كل الكلام، وأول ما كلمة ما تعجبهاش تقوم داخلة جاري وتقوم قاعدة وتقول لا أنا اللي هقول وأنا اللي هحدد وأنا اللي هقول الكلام إيه، فجأة تلاقي القعدة العرفية اللي كان ممكن تنتهي انتهت
فالناس بتبص انه ازاي هي قادرة تتدخل بالشكل ده. طب وبيحلوا في الموقف ده ازاي لما يلاقوا ان الحما هي اللي قوية؟ الناس بقى بتحل ازاي؟ ما بيبقاش قدامهم غير حاجة من اتنين، يا اما يقدروا يوصلوا لاتفاق معاها لان هي اللي في ايدها القرار فعلا، يا اما يبتدوا يلجأوا للمحكمة على اعتبار انه لا خلاص مفيش هنا اتفاق. هو طبعا الحديث عن انه الاستئثار بالجلسات العرفية حق مكفول للرجال فقط ده شيء مش صح طبعا، لانه مفروض كل الاطراف يقعدوا، والاصح كمان انه يتطبق الامور اللي منصوص عليها في القانون اللي هي للاسف بتتم بشكل روتيني وشكلي غير معمول بيه فعليا، اللي هو مكتب تسويه النزاعات الاسريه اللي بيسبق الدعاوى، مفروض بيدعوا الاطراف ويتكلموا ويحضر اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي ويتكلموا معاهم ويعملوا تهيئه للصلح وانهاء باتفاق رسمي او اللجوء للمحكمه برفع دعوى قضائيه. في الحقيقه ده تحول لاجراء شكلي روتيني ما بقاش بيتم. كذلك الحال في بعض الدعاوى اللي بينص القانون فيها على عرض الصلح على الطرفين او اختيار حكمين من اهل الزوج واهل الزوجه، تحول برضه لاجراء روتيني، الحكمين بيتم تقريرهم من بعض المشايخ الموجودين في المنطقه، بيعملوا تقرير شكلي ما بيقوموش بهذا الدور فعليا. كمان عرض الصلح بقى اعلان رسمي على يد المحضر، بيروح للطرف الاخر يقراه ويعرف ميعاد الجلسه، وما بيبقاش في صلح، وما بيبقاش في صلح طبعا لانه ما فيش مناخ مؤهل لده. يعني خلينا نرجع لأصل المشكلة، إنه الجواز كنواة لتكوين الأسرة مفروض يتعدلوا الركيزة الأصلية على الأشخاص نفسهم، تهيئة الأشخاص. إحنا ما بنفكرش في تهيئة الأشخاص، إحنا بنفكر في تهيئة المكان اللي أخد شكل استعراضي كبير، وصل لأنه عندنا عدد ضخم جدا من الغريمات بيتحملوا كل هذه التبعات، لأنه عايزين يطلعوا بجهاز 10 عربيات داخلين، 12 عربية محملة عفش العروس. كمان فرص بناء أسرة، الفرص المشتركة، الناس لو رجعنا شوية لورا زمان كانت الأسرة بتبتدي بإمكانيات متواضعة وبيبتدوا يجهزوا بقية بيتهم وهم موجودين مع بعض، فده كان بيخلق فكرة الحياة المشتركة، كان في فرصة للتحمل. احنا بنتكلم اكتر عن مش بناء الأسرة، ان احنا مين هيجيب ايه او كده، احنا بنتكلم على تدخل الحما، او يبقى الحما الراجل صعب، الحما الست صعبة، وممكن على فكره تبقى الزوجه هي اللي صعبه على الاثنين. ما هو فاحنا عايزينك تحكي لنا نماذج حصلت مثلا ان الزوجه هي اللي طلعت صعبه مش الحما. طيب انا هحكي لحضرتك، بس اللي اتقال ده داخل السياق مش خارج السياق، لانه هذا التدخل منشأه ايه؟ يعني انا لو بتكلم عن تدخل الحما سواء ست او راجل، ايه هو السبب اللي بيديله هذا الحق؟ ما انا لو مستقل ماديا كزوج ومستقل فكريا او اجتماعيا مش هيبقى عندي حد الفرصة انه يتدخل في حياتي او يفرض عليا قرار، وكذلك الزوجة كمان. لا بس اي شاب في بداية حياته هو بيحتاج دعم كبير من اهله بالزبط. فخلينا واقعيين واقعيين، بس الفكرة بقى ان الاهل اللي تتقبل ده، مش ان هم ساعدوه ليهم الحق ان هم يتدخلوا في حياته، مراتك تعمل كذا. طبعا ده بتوصل احيانا، يعني في احد المشاكل اللي كانت عندنا انه في حاله كانت متجوزه وحصل لها مشكله فانفصلت فاتجوزت جواز تاني، فاثناء وهي موجوده البيت اللي موجوده فيه بيت اسره، ويمكن ده بقى موضوع بيت العائله الواحده ده كل مشاكل الحموات منشاها هذه الفكره. فالبنت كانت يعني حاسه ان هم منفصلين عنها ومش متقبلينها لان هي مطلقه قبل كده، فما بيتكلموش معاها ومفيش حياه، فبدات تروح تحضر دروس، تشارك في بعض الانشطه والحاجات، عملوا قاعده رسميه لجوزها انه ازاي تروح وتدخل الحاجات دي، ما تخرجش، وحدود صلاحياتها انها تنزل الصبح عند حماتها من الساعه كذا للساعه كذا، ولما جوزها يجي المقرر ليها تقعد معاه عدد ساعات محدده. وصل الحال ان البنت طبعا دخلت في حاله نفسيه وبدات يحصل لها شويه مشاكل وبدات ترجع بقى لاسرتها. إيه التدخل دوت منشأه ايه؟ الزوج هنا كان مستقل ماديا، لكن منشأه بقى ارتباط وجداني، ودي المشكله الاساسيه المرتبطه بانه في علاقه احيانا بتزيد عن الحد بين الام والابن، بالذات لما يكون الابن عنده ارتباط وثيق بوالدته عاطفيا، سواء كان بيقعد عندها فترات طويله. في ازواج لازم قبل ما يروح البيت يوميا يعدي على امه يحكي لها كل اللي حصل وياخد رايها هيعمل ايه. في ازواج الام هي اللي بتحدد نفقات البيت، امتى يجيب حاجه وامتى لا. البنت اللي بحكي بلاش البنت دي، ده انا عندي مشكله اصعب. هنرجع للمشكله دي بس ناخد التليفون ده معانا. اوكي اتفضل.
ومعايا الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك والضيفة الكريمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك. سؤال يا شيخ محير ناس كتير. أيوة. زوج يجي يقولك أمي طالبة مني أني أجي على مراتي. أيوة. السؤال بقى المعضل، يجي الزوج يسأل ويقولك هل يجوز شرعا أني أظلم زوجتي إرضاء لوالدتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا العلاقة بين الزوجة وبين والدة زوجها يجب أن تبنى على المحبة والمودة، وإن الزوجة تعتبر إن والدة زوجها في مقام والدتها تماما، وأم الزوج كمان عليها أن تتعامل مع زوجة ابنها على أنها بنتها، ويكون برضو في حالة من الود والاحترام والعشم إلى آخره. فإذا ساءت العلاقة بين الأم وبين الزوجة، أو حصل توتر، أو الأم ساعات بتكون غيورة على ابنها شوية، أو الزوجة غيورة على زوجها شوية، وبقى في توتر، على الزوج هنا أن يكون حكما عدلا بينهما، يحكم بالعدل. إذا الزوجة أخطأت يواجه هو هذا الخطأ، وإذا الأم أخطأت يواجه هو كمان هذا الخطأ، لأن مش منطقي أبدا أن تكون والدة الزوجة مثلا هي المتجنية على الزوجة بدون سبب، أو بتفتعل مشكلات، أو بتفتري عليها وبدون أي أسباب وبدون أي أخطاء ارتكبتها الزوجة، ونقول للزوج عليك أن تؤيد الوالدة الكريمة في ظلمها لمراتك، ده مش منطقي. طب أمال يراضي مامته إزاي؟ يشوفي يراضي مامته بطريقته، هو حر معاها بدون ما يظلم زوجته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشهير المعروف عن الظلم، يعني انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من ظلمه. الإنسان لما يكون بين طرفين أحدهما ظالم للآخر عليه أن يدفع هذا الظلم وأن يرد هذا الظلم. ليس من بر الأم هنا أن يعاونها على ظلم زوجته، أو أن يطلق زوجته بغير جريرة ارتكبتها وبدون ما تعمل أي مشكلة، مجرد أن الأم مش طايقاها تقول له طلق مراتك، يروح يطلق مراته ويشرد الأولاد ويضيع بيته إرضاء لوالدته. هنا هيكون هو أعان والدته على ظلمها وبقى ظالم زيها بالضبط. عليه أن يكون برا بأمه في كل وقت، لكن بدون ما يساعدها على ظلم زوجته، لأن كتير قوي من الحموات يبقى عندهم غيرة، خاصة لما يكون الولد وحيد والأم هي اللي ربته مثلا، وكان والده متوفى ولا حاجة، الأم بتعتبر أن ابنها ده ملكي لها لوحدها. بس يا مولانا لما تيجي زوجة تشاركها فيه تحصل بقى منافسة وتحصل يعني مشاكل وما إلى ذلك. بس يا مولانا في أمهات بتقول أني مش بعد ما ربيت ابني وكبرته وتعبت وشقيت عليه تيجي واحدة تاخده مني في لحظة على الجهاز. حضرتك تقول لهم ايه؟ حضرتك لو عندك بنت برضه هتروح تاخد واحد ام ربطه وكبرته وعلمته وهي خليفه على الجاي. حضرتك يا ام الكريمه لما اتجوزتي زوجك اللي هو ابو ابنك ده برضه انت اخذتيه من امه اللي ربطه وعلمته وكبرته الى اخره. دي سنه الحياه، انت بتكبري ابنك وتسلميه لزوجته علشان يبدا مرحله جديده ببناء اسره جديده، وهكذا الامور بتتوالى، دي بتسلم دي بتسلم دي. انما لو كل ام بقى خافت على ابنها وخدته في حضنها وغربت بيته لمجرد ان هي مش عايزه حد غيرها يشاركها فيه، ما كناش لقينا حد النهارده متجوز، ولا شفنا اسر مقامه، ولا شفنا بيوت مقامه. احنا بنقول للام الكريمه ايوه هو ابنك وليك عليه حق البر، لكن بدون ما تخربي حياته، بدون ما تظلمي زوجته، لان زوجته ديت انت مريتي بنفس ظروفها قبل كده لما اتجوزتي ابوه. ولو عندك بنت برضه تتجوز واحد ويبقى ليها حما، فعاملي مرات ابنك زي ما تحبي ان حمات بنتك تعاملها، زي ما كنت تحبي ان حماتك انت كمان تعاملك لما كنت صغيره في اول جوازك من والدك. هنا الامور ممكن تستقيم. وبرضه الام لو خايفه على ابنها تبقى حريصه على انه يعمر بيته. بالعكس، ده في امهات على الجانب الاخر بيبقى ساعات الابن يعني بينه وبين زوجته مشاكل. ما احنا عايزين نصيحة حضرتك الأخيرة. الإيه يا فندم؟ نصيحة حضرتك لكل أم أخيرة. نصيحتي لكل أم إن حضرتك يعني من مصلحتك ومصلحة ابنك إنك تحل مشاكله
وما تبقيش سبب ابدا في مشكله بينه وبين زوجته، وبالعكس لو اخطات حتى زوجته انت تتحمليها زي ما تتحملي بنتك لما تغلط فيك. ونصيحتي للزوجه ان تعاملي حماتك زي ما بتعاملي والدتك، حتى لو شدت معاك شويه ولا كان في بينكم اي توتر برضه استحمليها وعامليها زي والدتك. هنا كل واحد يجي على نفسه شويه والمركب تمشي. كلام حضرتك عظيم جدا، كلام حضرتك عظيم جدا جدا، وانا بشكرك جدا على المداخله القيمه دي. بشكر حضرتك جدا. كان معانا الداعيه الاسلامي مظهر شاهين، شكرا لحضرتك. نرجع بقى، نرجع الحاله اللي انا احكيها دي حاله صعبه جدا الحقيقه، صعبه حتى على المستوى الانساني، ويمكن بتحصل كتير في الاماكن اللي هي القرويه والمحافظات. جرت العاده في المحافظات ان الابن لما بيتجوز بيسكن في نفس البيت، لكن ما بيكونش مستقلين في الموارد بتاعه الاسره. ففي البنت دي اللي هي الحاله اللي كانت عندنا، اتجوزت جوزها ده كان ضابط في الجيش، وكانت مقيمه مع اهله في البيت بتاعهم في المنوفيه. كانت لدرجه انه لو اهلها جولها وجابوا لها مثلا حاجات تموينيه هدايا، لازم تدخل الحاجات دي عند حماتها، وحماتها تطلع لها يوميا الحاجه اللي هي هتطبخها، لو هتطبخ عندها حاجه خاصه، لكن الاكل والشرب وكل المكررات موجودين تحت. جات الظروف وشاء القدر انه يتعرض جوزها لحادثه فتوفي فيها على اثرها، وهي كان معاها بنت وكانت حامل وولدت بنت تانية. حماتها اخذت بطاقتها ولبست النقاب بتاعها وراحت صرفت التامينات بتاعتها وصرفت المعاش بتاع جوزها وطلعت كل الاوراق على انها الزوجه واتممت كل حاجه، لدرجه انه كان عنده قطعه ارض كان شاريها قبل ما يتوفى، قالت لها قطعه الارض دي هتصرف على البيت كله، وهي عندها طفلين. دي شواذ القاعده، ما في يعني ما شواذ طبعاً علشان طبعاً. بس ما نوصلش للناس ان كل الحموات وحشه، في حموات تاني بتبقى طيبه جدا وبيبقى العيب العكس من بالزبط الزوجه. بالظبط، الحالات دي حالات استثنائيه، وانا وضحت ده في البدايه انه حتى الحالات اللي بتوصل للمحكمه على هذا النحو استثنائيه، تعتبر استثناء على اصل. وزي ما قلت كمان المشكله مش مشكله حماسه، احيانا بيكون الراجل نفسه هو المتحكم وهو اللي بيتولى عمليه الانفصال، لكن المشكله انه الرغبه في هذا الانفصال او التفريق، زي ما قال الشيخ مظهر كده من شويه، انت في البدايه الحبه دي كانت واخده واحد من طبعاً. امه من اسرته وموجوده معاه، ولو كل ام استاثرت بابنها او كل اب استاثر بابنه او ببنته، لانه كمان في علاقه برضو بين الاب والبنت عندها نفس الخصوصيه، في الحاله دي هتنقطع هذه العلاقه الى الابد وهتنتهي الاسره المصريه، مش هيكون في امتداد. علشان كده المساله بتبقى محتاجه تقبل لضغوط الحياه، تقبل لضغوط الاسره، رغبه اكيده في دعم الطرفين على الاستقلال، مش ان احنا ناخد لهم القرارات، لكن نسعى لتمكينهم من اتخاذ قرارهم الخاص حتى ولو خطا، لان هي دي تجارب الحياه ومن حقهم يعيشوا تجربتهم الخاصه. بشكر حضرتك جدا، شكرا لحضرتك جدا، كنت اضافه. شكرا جزيلا، ميرسي. اشكرك، شكرا. اشوفكم حضراتكم بعد الفاصل، انتظروني.